In one minute. مرحبا، رح نحكي بهذا الفيديو عن الحجوم والسعات الرئوية التي تعتبر حجر الأساس في التفريق بين الآفات الرئوية السادة والحاصرة. حنبدأ الحجوم الرئوية بالحديث عن الحجم الجاري، وهو حجم الهواء الداخل أو الخارج من الرئتين خلال فترة الراحة. بعدين رح نحكي عن الحجم المدخر الشهيقي، وهو حجم الهواء المستنشق بعد شهيق طبيعي. بعبارة أخرى، والحجم اللي بتستوعب الرئتين بعد ما أكون أخذ شهيق طبيعي متمثل بالحجم الجاري ويستعمل أثناء الجهد. وعلى العكس تماما من الحجم المدخر الشهيقي، في عنا الحجم المدخر الزفيري، وهو حجم الهواء المسفور بعد زفير هادئ بالحجم الجاري. أخيرا رح نحكي عن الحجم الثمالي، وهو حجم الهواء الباقي في الرئتين بعد زفير قصري، الهدف منه منع انخماص الرئتين. في كتير طرق لقيس الحجوم الرئوية، أشياءها بالاعتماد على مقياس النفس، لكن إحدى مساوئه هي عدم قدرته على قياس الحجم الثمالي. ولقياس الحجم نستعيض عنه بطرق أخرى أشهرها بالاعتماد على غاز النيتروجين. رح نعرض فيديو لمراجعة الحجوم الرئوية. حننتقل للتفصيل في السعات الرئوية. السعة الرئوية هي مجموع حجمين رئويين أو أكثر. بداية حنحكي عن السعة الباقية الوظيفية، اللي بتساوي مجموع الحجم الثمالي والحجم المدخر الزفيري، وهي تعبر عن كمية الهواء الباقية في الرئتين بعد زفير سوي. ننتقل بعد للسعة الشهيقية، اللي بتساوي مجموع الحجم الجاري والحجم المدخر الشهيقي، وهي أقصى كمية هواء يمكن استنشاقها بدءا من مستوى زفير سوي. كمان راح نحكي عن السعة الحيوية، اللي بتساوي مجموع الحجم الجاري والحجم المدخر بنوعيه الشهيقي والزفيري، بتعبر عن أعظم كمية هواء ممكن تتحرك من الرئتين. وأخيرا سعة الرئة الكلية، اللي بتساوي مجموع الحجوم الأربعة وتمثل أكبر حجم ممكن تتمدد إلى الرئتين. هنختتم بالحديث عن العوامل المؤثرة على الحجوم الرئوية، وهي الجنس. بتكون الحجوم الرئوية عند الرجال أكبر من النساء بنسبة 10-12%. البدانة، اللي بتنقص الحجوم الرئوية. الطول أهم عامل، كل ما زاد الطول بتزيد الحجوم الرئوية. والارتفاع عن سطح البحر، اللي بتنقص معه الحجوم الرئوية. بسبب الارتفاع عن سطح البحر بينقص الضغط الجوي، وبالتالي بينقص تركيز الأكسجين. يتعرض الشخص لنوبة فرط تهوية للحفاظ على أكسجة الدم، ولمنعها على المدى الطويل يزيد الجسم الحجوم الرئوية. هي قائمة المراجع اللي استعنت فيها، وشكرا لحسن استماعكم.